مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور، ويا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الأمسية الجديدة، أمسية أماسي اللي تأتيكم يوميا. ربما شخصيا انقطعت عنكم منذ الأسبوع الماضي، ولكن ها هي العودة، والعودة أحمد مثل ما يقال، عودة حقيقة، وبجعبتنا الكثير من المواهب الإماراتية في المجالات المختلفة، كما نسلط الضوء على أبرز فعاليات إمارة الشارقة الحبيبة، عاصمة الثقافة الإسلامية والعربية. كذلك مشاهدينا، في البداية قبل ما نذكركم بوسائل التواصل وأيانا، دولة الإمارات اليوم حقيقة انتقلت من الأرض إلى الفضاء. يعني أنا أحب أن أشير إلى هذه النقطة في مقدمة هذا البرنامج. سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الله يحفظه، اليوم أعلن عن إطلاق مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، هذا المشروع الضخم حقيقة، اللي كل من استمع لمداخلة سموه اليوم عبر برنامج الخط المباشر حقيقة تشوق، وكذلك يعني أثار هذا الأمر شجون الكثير لمعرفة تفاصيل هذا المشروع، ولكذلك يعني الكل تشوق لقرب يعني إنهاء هذا المشروع، إن شاء الله أن ينهى على خير، وأن هذا المشروع يدشن، وأن الكل حقيقة يعني شغوف لزيارته، راح ينقلنا من أرض الشارقة إلى الفضاء الرحب وإلى عالم الفلك. كذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن عن إنشاء أو إطلاق أول مسبار عربي إسلامي. إذن دولة الإمارات تشق طريقها حقيقة نحو الفضاء والفلك بكل ثقة واقتدار، أدام الله علينا هذه النعم، وأدام علينا جميع النعم التي نحظى بها بداية حقيقة من نعمة الأمن والأمان والإطمئنان، ووجود قيادة رشيدة تدعم شباب الدولة. يعني بالذات هذين المشروعين يعني خصصوا لأبناء الدولة لكي يستفيدوا، ولكي يكون هذا المشروع انطلاقتهم من أرض دولة الإمارات إلى عالم الفضاء والفلك. إذن مشاهدينا، راح ننتقل وإياكم للتذكير بوسائل التواصل الاجتماعي وإيانا، بداية من بريد برنامجنا الإلكتروني اللي واضح أمامكم على الشاشة amasi@smc.ae. نحن كذلك مشاهدينا في انتظار تفاعلكم وتواصلكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، وبإمكانكم كذلك طرح استفساراتكم ومداخلاتكم على ضيوفنا في هذه الحلقة من خلال الاتصال من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خارجها على الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة في هذه اللحظات، وراح توضح تباعا طوال هذه الحلقة. إذن مشاهدينا، راح نتوقف في هذا الفاصل القصير، راح نتعرف بالتأكيد من خلاله على عناوين حلقة الليلة، ومن ثم راح تكون لنا عودة معك. نقشة ذهب، تصاميم عصرية بعبق الماضي. المشرف المسرحي وورشة تنمية المهارات المسرحية. فن الأواني بألوان وخطوط عربية. حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى أولى فقراتنا لهذه الليلة، وتحديدا مع مصممة مجوهرات إماراتية. هذه المصممة مشاهدين اختارت لها خطا خاصا، فتصاميمها بشكل خاص تحررت من قيود الرسمية، فهي قريبة أكثر من الإكسسوارات التي تحمل لمسات الأحجار الكريمة. في هذه المقدمة المختصرة يسعدنا أن نستضيف معنا بالاستديو مريم حسن تقي، صاحبة مشروع نقشة ذهب. مساك الله بالخير، حياك الله معنا. مرحبا، يا هلا. نحن يعني مقدمتنا كانت خير الكلام، ما قل ودل، لكن التفاصيل بيتعرفون إن شاء الله من خلال هذه الفقرة ومن خلال الأسئلة اللي راح نطرحها عليك. أخت مريم، رحب فيك معنا بالتأكيد. بداية، هذا المشروع النقش على الذهب، متى بديتي فيه، وما هي يعني مبررات تحديدا افتتاح او دخولك في هذا المجال؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكر برنامج أماسي لتسليطهم الضوء علينا وشرفني وجودي في هذا البرنامج. الله يسلمك. طبعا بدايتي كانت أقدر أقول مبتدئة جديدة، بديت طبعا في رمضان، أقدر أقول رمضان اللي طاف الماضي. نعم ما شاء الله. طبعا كيف بديت المشروع؟ سبحان الله، في المرأة في صفات إن هي تحب الذهب، سبحان الله، يعني من فطرة من رب العالمين. طبعا حب لي الذهب، أنا الذهب القديم، ما أحب الذهب المستحدث الجديد الأبيض هذا، لا أحب الذهب القديم اللي هي المراري المرتعشة الشناف وهذه الأشياء. فطبعا كنت رايح لسوق الذهب، يديمك نديمك. اي طبعا. كنت رايح لسوق الذهب وشفت المرية، طبعا احنا المراري عندنا تتميز بالخيط الأحمر اللي هي تربط من وراء، فلما أشوف اللون على الخيط الأحمر والكور تكون شي مزخرفة ومخرومة. نعم. فلفتني، فقلت حق طبعا ممكن للمحلات، فطلبت منه قلت له ممكن تعطيني المرية هذه بس أنا ببطلها. فقال لي وأن ياها في بعض المحلات ما ترضى، خلاص اللي معروض معروض، وإذا تبغي يعني تطلب طلبية ثانية. فقلت له ببطلها وبس، وعطني خيط من نفس الخيط اللي موجود عندك. فياب لي الخيط وتميت، حطيت فيها كم من حبة، يعني طبعا هي بدايتي هاي السويرة اللي أنا لابستها يعني. فحطيت فيها الأربع حبات، ثلاث حبات ذهب وحبة من وراء أن هي تساعدني أني أنا أسكر السويرة وبنتها، ضبطت معك وضبطت معها ولبستها وشريتها يعني. قلت لها شوف لي كم سعرها ولبستها في الدوام. طبعا في الدوام يوم شافوا، وطبعا الزميلات يعني انبهروا من التصميم هذا، فقالوا يعني كيف سويت؟ يقول لهم يعني في سوق الذهب رايح، أن كنت مع أحد من ربعي أن هم يشترون الذهب. صحيح. فقالوا لنا زي احنا نبغي، فيعني مش بعدني لحد الحين ما فتحت باب المشروع لها، بس ان هم طلبوا من عندي، واللي طلب حق اهله واللي حق يعني اطفاله وكذا. ففي هاي اللحظه يعني ان انا بديتها، قدمت اللي اقدر عليه حق اللي كان حولي، يعني مثل ما احنا نقول، يعني هذه اللحظه هي كانت بدايه الانطلاقه الى الدخول في هذا المجال. بالضبط، اقدر اقول ان هذه هي انطلاقتي يعني من هذه اللحظه. جميل. وسبحان الله يعني للاطفال للكبار، طبعا استهدفت يعني جميع الاعمار، سبحان الله يعني اللي اختاروا لي اياها ونال اعجابهم يعني، وبهذا الشيء يعني فتحت مشروع نقش الذهب. نعم. طيب يعني خلينا نتوقف عند نقش الذهب، اختيارك كذلك لاسم هذا المشروع نقش الذهب، يعني ما هي دلالات اختيار هذا الاسم وكيف اخترتي هذا الاسم؟ طبعا بفضل من رب العالمين، بفضل من اللي حولي، صديقاتي واهلي. نعم. طلبت من عندهم ان اسم يعني يعطوني، ساعدوني في الاسم، اعطوني كذا اسم. فاسم نقش الذهب هي اللي يعني جذبتني، حسيت ان اللمسات او الكور الذهب اللي انا حطيها في الها فيها نكش معين، النكش هذا يدل على دلاله للماضي القديم، للشيء التراثي، مزوج الخيوط مع الذهب كان شيء وايد رائع، فحسيت ان النكش ماشي مع الذهب، فسبحان الله يعني ركبت معي نكش الذهب. طيب يعني مريم كذلك، اخت مريم، خلنا نقول أن اليوم يعني في هذا المجال، مجال المجوهرات تحديدا، مجال دقيق لأنه مجال حرفي. صح. يعتمد على تحديدا الدقة في التصاميم، كذلك على حسن الذوق، بحيث أنك أنت مو بس حسن الذوق، أنك أنت تراعي جميع الأذواق. صحيح. كذلك ما تعتمد على ذوقك الخاص فقط. صحيح. طيب يعني كل هذا تعلمتيه في فترة وجيزة، كذلك التصاميم هذه اللي أنت حاليا قمت بتصميمها من بعد رمضان اللي هو شهد يعني بدايتك في هذا المشروع حتى الآن، من وين استوحيتي هذه الأفكار؟ طبعا الفكرة جتني طبعا من لمسات تحاكي ماضينا القديم ومع الحياة العصرية اللي احنا موجود فيها. طبعا صارت يعني موديل الأساور دارجة وايد عندنا، يعني في اللي هي تلبس الماركات واللي هذا. صحيح. فحسيت ان الشيء في جيمته، يعني الذهب في جيمته، يعني لو تدفع انت قيمة السويرة هاي اللي بتاخذها نفس قيمة الذهب اللي راح تاخذها، هاي يدوم لك، وحتى ممكن تبيعه في المستقبل. هينا. اذا انت ما احتجته. فسبحان الله يعني يوم اروح اشوف المجوهرات في سوق الذهب، اتنقل الكور الصغار. هي. وأطلب من عند الصايغ يعني، أو لو أجيب حبة أو حبتين صيغ لي منهم قد ما تقدر يعني، وأخذهم. صحيح. وركبهم أنا على القلادات أو الأساور يعني. يمكن إحنا نشوف بعض القلادات اللي موجودة أمامنا، ممكن تشرحين لنا عليها؟ يعني هذه اللي فيها اللون الأبيض والأخضر، وفيها كذلك الحجر بالضبط. يعني هذه الفكرة إلى ماذا ترمز تحديدا؟ طبعا هذا
القلادة أخذت الطقم طقم بحريني، ذهب بحريني. طبعا الذهب البحريني هادئ. أيوة ذهب بحريني معروف في الدق الدقيق والذهب الأصيل، إحنا نعتبر هذا الذهب البحريني. فطبعا طلبت من أخذت الطقم اللي هو الكواشي مع الخاتم والقلب، ومزجت فيها كورتين ذهب من فوق، وحطيت فيها ثلاث ألوان من الأحجار اللي هو اثنين لولو مع الأخضر الحجر الأخضر، فدمجت مع بعض بحيث أنه يكون يعني مثل قلادة، يعني مثل ما نحن نشوفها هي جاية على الشيء القديم وفي نفس الوقت مودرن مثل ما نحن نقولها يعني. وتلبس طبعا جميع المناسبات، ما لها يعني مناسبة معينة أني أنا لازم أكون لابستنها. يعني الحريم والبنات أو خلنا نقول يعني النساء والفتيات تحديدا، هل بدأن يعني يتجاوبن، هل بدأن يتفاعلن مع التصاميم هذه، هل صار عندهم رغبة للعودة لاقتناء تحديدا هذه التصاميم اللي يعني ربما ترمز إلى الماضي بشكل خاص وسط وجود حقيقة تصاميم عصرية حديثة منتشرة في كافة الأماكن؟ سبحان الله، يعني ما توقعت هذا الإقبال، بس إقبال شديد يعني، بالذات الفئة العمرية الأطفال. يعني هذا اللي أنا شفته، أن الأطفال ما شاء الله عليهم يحبون حب الأساور في الإيد يعني. فالفئة اللي صدق حسيت أن أنا وأنا أسويهم أستمتع وأسوي لهم إياه الأطفال. هي الأطفال سبحان الله. الله يعني الطلبية تكون على الأطفال بالذات المواليد كثير عليها يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. احنا اكيد بنستعرض وإيات هذا المشروع، كذلك في عندنا بعض الأسئلة اللي راح نطرحها مشاهدينا على مريم حسن تقي، لكن نستأذنكم في هذا الفاصل، بنتعرف على تصاميم اخرى غير اللي موجودة معنا في الاستديو، بنتعرف على هذا المشروع عن قرب، ومن ثم راح تكون لنا عودة. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدين الكرام، عودة مجددا لضيفتنا يعني مريم حسن دقي، وهي كذلك عندها هذا المشروع الخاص بتصميم الأحجار الكريمة والمجوهرات، ولكن بطريقة ربما نوعا ما أقرب إلى تصاميم الماضي. حياك الله أخت مريم، أهلا وسهلا. يعني شفنا بعض التصاميم من خلال الفاصل الخاصة بمشروعك نقشة ذهب، اليوم الأحجار الكريمة أخت مريم يعني أنواعها عديدة، لكن بالنسبة لمريم ولتصاميم مريم، ما هي الأحجار اللي تعتبر الأقرب لقلب مريم، اللي يعني مريم تفضل استخدامها في تصاميمها؟ والله الحجر اللي قلبي يبغي اللولو. آه. سبحان الله، يعني أحس جمال المرأة في اللولو، يعني حتى لو تلبس عقد بس لولو ما في ولا ذهب ولا شيء. صح، جميل. فسبحان الله يعني اللولو يعني يبرز جمال المرأة. صحيح. فمن أكثر شيء ألعب فيه يكون اللولو، أبدأ في اللولو. إذا شفتها ممكن الأحجار العقيق الغامق، يعني اللي يكون اللي جاي الروبي الياقوت اللي هو نفس الروبي الزمرد، يعني هذين هم اللي سبحان الله يطلعون جيمة الذهب. بس اللولو يعني هذه قصة حب لا تنتهي يعني. نعم أكيد، بالنسبة لأغلب النساء ربما هذا الأمر. والغريب كذلك أخت مريم بأنك أنت يعني غير شغوفة حقيقة بالأنواع الجديدة اللي هي مثل ما تفضلتي في البداية الذهب الأبيض وغيره، أنت يعني تحنين للماضي أكثر، وربما يعني في كذلك من يشاركك هذا الاهتمام وهذه الهواية وهذا الحب في اقتناء حقيقة ما يرمز إلى الماضي بشكل خاص. طيب يعني
خل ننتقل حقيقة إلى جزئية أخرى، وهذه الجزئية ربما راح تفيد اللي عندهم نية لإقامة مشروع مثل هذا. اليوم مثل هذا المشروع الخاص بتصميم المجوهرات أو الأحجار الكريمة، يعني هل واجهت في بدايته بعض الصعوبات؟ ما هي أهم الصعوبات اللي واجهت؟ طبعا أهم الصعوبات هي مشوار سوق الذهب. طبعا يبغي له طولة بال، وسعر الذهب طالع ونازل. هي صح. وفي نفس الوقت الكمية الذهب اللي أنت بتحتاجها هاي تكون أصلا يعني المحل عارضنا في المرية، ولها مشكلة المحلات ممكن تبطلنا نحن الحبات وتعطينا. طريقة ثانية ممكن أنا أشتري ذهب وأودي للصايغ يصيغ لياها، طبعا يأخذ لها وقت لين ما هو يخلص لي الكمية اللي أنا أحتاجها. يعني هي أكثر صعوبة فيها يعني اللي هي صياغة الذهب وسعر الذهب مثل ما قلت في البداية. طيب لما تصممين المجوهرات اللي موجودة عندك، يعني هل تحطين في بالك بأن هذا التصميم راح يعرض لكافة الأذواق، أم أنك أنت تستهدفين فئة معينة ربما تحاولين توصلين لها من خلال التصاميم هذه؟ طبعا الحمد لله الفئات العمرية، طبعا حاولت أني أستهدف جميع الفئات العمرية من النساء لأخص الأطفال. بغير هذا يعني عرضت على الزباين عندي حبات الذهب اللي موجودة عندي والأحجار موجودة عندي في حساب الانستغرام، فاللي يبغي ممكن يقولي لا أنا أبغي هذه وهذه وهذه مع هذا الذهب. يعني فتحت باب اللي هو تصميم الزبون للذهب نفسه. صحيح. فيعني في الناس أذواق مثل ما نحن نقول، أنا حاولت يعني اللي موجود عندي يعني أقدمه، بس في نفس الوقت ممكن واحد يقولي لا أنا أبغي كذا وكذا، وفي ناس لا، في ناس يا بولي يعني قلادات اوريدي موجوده من اللولو او من 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 ذهب، قالوا لي صيغي لي اياها اعاده صياغه للشيء هذا نفسه. وبعد ما يعني استقبل يعني انه مثلا في وحده جابت لي اللولو كان تي شيرت انه قالت لي صيغي لي اياها مثل ما تبغينها، فصغت لها اياها بطريقه ثانيه. يعني صحيح. هو بهالطريقه انه يصير تجديد للاشياء اللي هم موجوده عندهم بعد. صحيح. طيب كذلك في هذا العقد اللي موجود على يسارك هذا، يعني تحديدا حثينا عن تصميمه، حثينا عن الالوان اللي موجوده فيه. هذا عرضته انا عندي في الانستغرام اللي هو الاساور اللي معروضه فوق. فاحدى الزباين اللي موجوده عندي قالت لي هذه قلاده، قلت لها لا الصراحه هاي اساور. نعم. قالت لي ممكن تسوي لي اياها قلاده، قلت لها مو مشكله. فسبحان الله يعني انا عندي نفس الالوان هذه والبسهم على بعضهم يعني كاسويره، بس مش انك كقلاده. فسبحان الله فيت الفكره من عندها وعرضتها يعني في البرنامج انه شيء، والالوان الموجوده سبحان الله اللون الغامج يطلع الذهب حتى لو الحبات بسيطه، بس يبرز الذهب اللي موجود أكيد. فيه. طيب يعني اليوم من وجهة نظرك أخت مريم، يعني ما الذي يميز تصاميم مريم؟ ما الذي يعني يجعل من تصاميمها منفردة أو مستفردة حقيقة مقارنة ببقية التصاميم الأخرى؟ هذا الأمر أو هذا التميز في مثل هذه التصاميم ألم يدفعك إلى المشاركة في بعض الورش الخاصة بالتصاميم حتى أن يعني مخيلتك تكون أوسع، حتى أن الخيارات تكون عندك أكبر؟ إن شاء الله الفرص قدام، يعني حتى مش بس الورش، أنا يعني إن شاء الله في نية أن المعارض إن شاء الله نطلع فيها. بس لأني أحس أن أنا توني بعدني فرش مثل ما يقولون. واللي خلاني يعني أني ألجأ لهال المواضيع، يعني شو الميزة في هذا؟ سبحان الله الواحد لما يشتغل الشيء هو حاب الشيء يعني يشتغل من قلبه. فسبحان الله أنا أحس أنه لما أشتغل كل قطعة أشتغلها أحس كأني أنجزت فيها إنجاز. صحيح. فالشغل اللي أشتغلها يعني الحمد لله رب العالمين، هواية من رب العالمين، وشيء الحمد لله حابة فيه، فالواحد لما يحب الشيء فيه يبرز. أكيد. هذا المشروع حاليا منزلي؟ منزلي. منزلي. خططك المستقبلية لهذا المشروع؟ الله إن شاء الله لنا نطاق، نوسع إن شاء الله نطاق اسم نقش الذهب بإذن الله. من بداية ممكن يكون كشك إن شاء الله، لأن إن شاء الله ما يكون عندي محل، وإن شاء الله يعني ليني يكون عندي حتى نماذج للذهب خاصة لنقش الذهب إن شاء الله بإذن الله. أتمنى لك كل التوفيق. أخت مريم حسن دقي صاحبة مشروع نقشة ذهب، مشروع متفرد ومميز وفريد من نوعه. أتمنى لك مرة أخرى كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا راح ننتقل وإياكم إلى فقرتنا التالية، ولكن راح نتعرف على عنوانها بداية من خلال هذا الفاصل، ولنا عودة. المشرف المسرحي وورشة تنمية المهارات المسرحية. We'll be right back.
يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. فقرتنا التالية متعلقة بشؤون المسرح بالتحديد، حيث تنظم إدارة المسرح بإدارة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة ورشة حول دور المشرف المسرحي في تنمية المهارات المسرحية، وذلك استعدادا للدورة الخامسة من مهرجان المسرح المدرسي بالشارقة، والذي يبدأ في الفترة من 19 وحتى 26 من الشهر الجاري. حول برنامج الورشة وأهدافها، معنا في الاستديو الدكتورة الزهرة إبراهيم، باحثة في المسرح والأنثروبولوجيا والبيداغوجيا، كذلك في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالمغرب. مساك الله بالخير دكتورة وحياك الله معانا. مساء الخير سيدي، أهلا وسهلا. يعني إن شاء الله أنا نطقتها بالشكل الصحيح، الأنثروبولوجيا صحيح؟ نعم تمام صحيح. وكذلك البيداغوجيا. أوكي نعم. يعني خلينا نبتدي من الأنثروبولوجيا والبيداغوجيا، خل يعني نتعرف على معنى هذين المصطلحين ومن ثم نبدأ في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي. نعم، بالنسبة مساء الخير حياك الله سيدي، ومساء الخير مشاهدين الكرام على قناة الشارقة. سعيدة لتواجدي معكم في هذه الورشة التدريبية الخاصة بإعداد المشرفين المسرحيين بإمارات الشارقة. نعم. وسعيدة كثيرا للثقة التي وضعتها في إدارة المسرح، وأوكلت إلي مسألة التهيئ أو تدريب هؤلاء المشرفين المسرحيين. فيما يتعلق بتخصص الأنثروبولوجيا، هو العلم الذي يدرس ثقافة الإنسان، أي هذه العودة إلى دراسة كل المظاهر المادية والرمزية لثقافة الإنسان. جميل جدا. يعد مبحثا جديدا في الثقافة العربية، وهو مدخل ذكي إلى كثير من الأشياء التي لا زالت مظلمة أو التي لا زالت في زاوية الظل لكشفها، سواء تعلق الأمر بالمسرح أو بالدين أو بالسياسة. نعم. أو بكل ما يتعلق بحياة الإنسان. جميل جدا. نعم. والمستوى الثاني بالنسبة إلى البيداغوجيا، فهذا يصب في مجال وظيفتي مع الطلبة الذين نهيئهم ليصيروا أساتذة بعد تخرجهم من الجامعات المغربية. البيداغوجيا هي علم التربية، أي كيف نهيئ المدرس لكي يصير قادرا بمؤهلاته وبمهاراته ليتحمل مسؤولية تكوين النشأ، ليصير نشأ صالحا يتجاوب والغاية السامية للبلاد. إذن ينتقل من مرحلة التعليم والمرحلة الأكاديمية إلى مرحلة الاحتراف، خلنا نقول بشكل خاص، وممارسة هذا الأمر. نعم. باقتدار وحرفية. نعم تمام. جميل. طيب دكتورة، عودة حقيقة لموضوعنا الرئيسي لهذه الفقرة، مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي. هذا المهرجان هو حقيقة بيئة خصبة لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل أو الكتابة أو غيرها. نعم. كذلك من المواهب الخاصة بفنون المسرح. يعني خلنا نتعرف على أهمية هذا المهرجان بالنسبة للطلبة وللموهوبين كذلك في هذا المجال. نعم، بالنسبة إلى المدرسة، أنا أعتبرها من خلال هذه المحترفات هي المشتل الذي منه نأخذ هذه الفسائل أو هذه البذرات التي يمكن أن نتعهدها بالتتبع وبالمصاحبة وبالتدريب، لكي تصير في مستقبل الأيام هذه المواهب التي نعتمد عليها في المسرح. ولماذا في المسرح؟ لأن هذا الفن الذي ربما في العالم العربي لا زال يتراجع إلى خلفية المشهد، أو أكثر من ذلك ينظر إليه بطريقة قدحية. للأسف في الدول التي تقود العالم الآن حضاريا، اعتبر المسرح دائما هو الذي يهيئ الشعوب ويغير المجتمعات من وضعية سلبية، وضعية الخنوع، وضعية التردي، وضعية انحدار الأخلاق، إلى مجتمعات راقية، لأن المسرح هو فن نبيل. وهذه الرسالة هي التي أريد أن أوجهها إلى كل أولياء الأمور وإلى كل الناس في العالم العربي، أن المسرح لا سيما الذي يتأدى داخل الأنساق الدراسية هو مسرح يهدف بالدرجة الأولى إلى غرس الأخلاق الكريمة والنبيلة وبناء الشخصية بناء مستويا. جميل. ليعول عليها. صحيح. ولنحصل على ما يسمى بالمفهوم المعاصر ما يسمى بالرأسمال البشري. جميل. لا شيء يخلق لنا الرأسمال البشري إذا لم يلعب المسرح دوره
في هذه السنوات صحيح. الأولى أو السنوات صحيح. الدراسية صحيح. ويفتح مدارك شبابنا وطلابنا على الأشياء الإيجابية في حياتهم. صحيح. يعني دكتورة خلنا نرجع كذلك إلى موضوع الورشة اللي نظمت حقيقة استعدادا لهذا المهرجان، ورشة دور المشرف المسرحي في تنمية المهارات المسرحية. يعني اليوم احتضان المواهب والإبداعات المسرحية تعتمد على كفاءة المشرف المسرحي بالدرجة الأولى، هل هذا الأمر صحيح؟ طبعا. بالنسبة إلى المشرف المسرحي، من الأسئلة التي أثرتها مع أنا أعتبرهم زملاء لي، لأنني طيلة حياتي أنا اشتغلت أيضا بالحلقة الثانية والحلقة الثالثة كما تسمونها هنا في دولة الإمارات. يعني اشتغلت طيلة حياتي في محترفات مدرسية للتعليم، ونجاح المشرف المسرحي يتوقف على شيئين اثنين، يتوقف على شخصيته، هل هو قادر على أن ينجح في هذا المشروع، ثم ما هي الطريقة التي بواسطتها يمكن أن يحتضن طلابا يأتون إليه تلقائيا، ليس هنالك إكراه يلزمهم بأن يحضروا حصص التدريب كما هو الشأن بالنسبة إلى الحصص الدراسية. فطرحنا هذا السؤال، إذن ما هي الأشياء التي فيها كمشرف مسرحي تستطيع أن تجذب هؤلاء؟ إذن فإن مسألة الشخصية الجذابة والشخصية الذكية أو ما يسمى بالكاريزما هي مطلوبة بشكل أساس في المشرف المسرحي. أكيد. نعم، حتى ينجح في عمله بالنسبة إلى نفسه أولا كشخص صحيح. ذاتي، ثم بالنسبة إلى المجموعة، مجموعة المحترف، كشخص معنوي. النقطة الثانية، استثمرت مع زملائي مفهوما طرحه ألفريد أدلر في عشرينيات القرن الماضي، وأطلق عليه ما يسمى بالتربية الإيجابية ديسيبلين بوزيتيف، أي كيف يمكن أن نخلق لدى الطفل، أي نتعهده منذ سنواته الأولى، كيف نزكي في شخصيته الأشياء الإيجابية وننميها ونطورها حتى تقضي على الأشياء السلبية صحيح. في شخصيته. صحيح، جميل. نعم. احنا كذلك عندنا تفاصيل أخرى متعلقة في هذه الورشة، هل تستهدف هذه الورشة فئة المشرفين المسرحيين أم الجهات كذلك المعنية بالمسرح المدرسي؟ راح استمع إلى الإجابة منك دكتورة، ولكن بنتابع مشاهدين الكرام هذا الفاصل الخاص بهذه الورشة اللي نظمت حول المشرف المسرحي، ومن ثم لنا عودة. انطلقت اليوم الورشة التدريبية تحت عنوان دور المشرف المسرحي في تنمية المهارات المسرحية، تحت إشراف الدكتورة زهرة بن إبراهيم من المملكة المغربية بمبنى قصر الثقافة، تمهيدا لاستقبال مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته الخامسة. طبعا الورشة التدريبية بتستمر من تاريخ 19 أكتوبر لحد تاريخ 26 أكتوبر في المناطق التالية: الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى. أنا وايد حريصة أني أنضم لهذه الورشة اللي هي ورشة دور المشرف المسرحي في تنمية المهارات المسرحية، لأنها يعني أنا كمعلمة وكأمينة مصادر يعني أضيف لي وايد أشياء في عملي، وأيضا بأني أنا المشرفة على المسرح المدرسي، فأنا وايد مهتمة بهذه الدورة. حتى ليش؟ لأن عشان تضيف لي إلى ما أضفته يعني من قبل، ضيف لي معلومات ومهارات وقدرات جديدة حتى أستخدمها مع طالباتي، وحتى تلبي رقبات أيضا مسرحي المدرسي. يعني الورشة تتحدث عن المفاهيم المسرحية للمسرح المدرسي، وكيف يتم استقطاب الطلاب ومن ثم توزيعهم إلى وتوزيع أدوارهم وتوزيع أدوارهم إلى مرحلة التنفيذ، ثم تأخذ محاور أخرى تكلمت الدكتورة فيها عن التربية المسرحية
عن دور الدراما في النص المنهجي، عن نوعية النصوص. المشرف عندما يحضر هذه مثل هذه الورشات يستفيد حتما من الدراسات العالمية أو الدراسات العربية، ماذا يحدث في الدول العربية، ماذا يحدث في الدول العالم أو الدول الأجنبية. حتما هذه الدراسات تنعكس إيجابا على المعلم أو المشرف ليطبقه على الطلبة. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذا استطلعنا من خلال هذا الفاصل آراء بعض المشاركين في هذه الورشة، ورشة المشرف المسرحي، وكذلك بالتحديد أو دور المشرف المسرحي في تنمية المهارات المسرحية. هذه عودة مجددا لضيفتنا الدكتورة الزهرة إبراهيم، باحثة في المسرح. حياك الله دكتورة مرة أخرى. أهلا وسهلا. كنت أسألك الدكتورة قبل الفاصل، يعني هذه الورشة هل تستهدف المشرفين المسرحيين فقط أم كذلك لها دور في الإدارات أو الجهات المختصة في المسرح المدرسي؟ طبعا عندما نتكلم عن المحترف المسرحي في المدرسة هو منفتح على أنساق أخرى كإدارة المدرسة، أو قد ينفتح حتى على خارج المدرسة في إطار شراكات، في إطار تبادلات. وبما أن هذه المحترفات تتنافس في المهرجان الخامس للمسرح المدرسي، بمعنى أن المشرفين المسرحيين يفكرون بأنهم مدعوين إلى توسيع دائرة تواصلهم، أولا فيما بينهم كفاعلين داخل إمارة الشارقة، لأن هذه الورشة التدريبية هم المشرفين في إمارة الشارقة. ثم نوهت إلى ضرورة الانفتاح على تجارب أخرى، إما في دولة الإمارات وإما في دول عربية وإما في دول غربية. جميل. حتى نحصل على ما يسمى بمسألة ترهين تجارب وتحيينها، أي أن نكون في مثلا نحن في شهر أكتوبر 2014 أي نكون مسرحيا أيضا في نفس التحديد الزمني، حتى لا يكون دائما هذا الفاصل بيننا وبين تجارب أخرى. وبقدر ما ننفتح على التجارب ونتبادل يحدث هنا هذا التلاقح الذي يعتبر الآن شعار التعايش الإنساني. صحيح دكتورة. كذلك يعني من الملاحظ بأن هذا البرنامج التدريبي ركز على تفاصيل دقيقة جدا حقيقة في المسرح، مثل خلينا نقول على سبيل المثال اختيار النصوص وتقييمها. ما رأيك حقيقة في هذا الموضوع، أو حدثينا بشكل خاص عن هذا الجانب؟ نعم، أحدثكم عن التجربة التي أنجزناها منذ قليل. أي قدمت إلى السادة المشرفين المسرحيين عددا من النصوص التربوية، أي أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المستوى الدراسي وخصوصيات الأهداف التربوية في داخل المدرسة العربية، يعني ليس هنالك اختلاف حول هذه المعايير. وطلبت من كل مستوى أن يشتغلوا على نص حذفت منه جميع الإشارات المسرحية، أي أن تكون هنالك قراءة للنص المتضمن لحوارات فقط، ثم أن يتدخل هؤلاء المشرفون في إطار عمل فريق ويقترح من خلال هذه الإرشادات المسرحية العتبات الأولى لإخراج هذا النص المسرحي، أي كيف نحوله من المقروء إلى ما يؤدى على خشبة المسرح. وكانت هنالك أفكار ممتعة وأفكار جديدة، والنقاش الذي جعل هذه الأفكار أو هذه الاقتراحات أرضية لتصور عملية الإخراج كان مفيدا جدا، وخلق حوارا صحيا داخل لقاء هذا المساء. طيب دكتور، آليات المسرح المدرسي هل تختلف من دولة إلى أخرى، أم خلنا نقول يعني صح التعبير من بيئة إلى أخرى، أم تعتبر يعني مساحات الإبداع في هذا المجال واسعة وخلاقة ربما؟
عندما نقول المسرح المدرسي مثلا أخذ نموذج العالم العربي وأحب أن أقرن هنا التجربة المغربية بالتجربة الإماراتية لتكون المقاربة يعني أفيد وأدق. ليس هنالك أي اختلاف، فمثلا المشرفين المسرحيين في المغرب وفي دولة مثلا هنا في إمارات الشارقة تقريبا هو نفس الوضع، أي الذين يشتغلون هم عبارة عن مدرسون يحبون المسرح ويتطوعون لهذا الفعل الجمالي وهذا الفعل التربوي. هنالك نقطة تقاطع أخرى، أن المسرح هو مدرسي، بمعنى عندما نربط المسرح بالمدرسة إننا نربطه بالتربية، والتربية تربطه بمستقبل الأمة، لأن المدرسة أكيد. لها غايات صحيح. ونجعل المسرح ينخرط في مجموع العمليات التي نبني بها شخصية الفرد صحيح. من هنا تأتي أهميته في استثماره لبناء الشخصية ولبناء الغايات، وتأتي أيضا خطورته عندما لا نهتم به، وعندما أو عندما نوظفه توظيفا سطحيا أو توظيفا غير صحيح. وبالتالي فإن تركيزي في برنامج هذه الورشة التدريبية على جانب النظري يتمثل المدخلات الصحيحة للفن المسرحي كعلم بمفاهيم دقيقة وبمصطلحات محددة، من شأنه أن يقوي هذه المعرفات العلمية بالمسرح، ثم جانب تطبيقي حاول أن يشتغل على الجسد وعلى مجموعة من التمارين التي تهيئ المؤدين إلى أن ينجزوا عملهم على الوجه الأكمل. جميل. طيب، يعني تقام هذه الورشة حقيقة في مدينة الشارقة وكذلك المدن والمناطق الأخرى التابعة لإمارة الشارقة، في الذيد، في خرفكان، كذلك يعني خلنا نقول تنقلت ما بين مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية. ما هي أبرز محاور الورش اللي تقام في هذه المحطات؟ أبرز كان هنالك برنامج عام، يعني حاولت ما أمكن أن أوزعه بالتساوي، يعني مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشرفين المسرحيين، أي لا أخص منطقة دون غيرها. إذن أنا هناك خطة للعمل، أي الأنشطة والبرنامج يكون موحدا. لماذا؟ لأن الفرق والمؤسسات هي تدخل بهذه الأدوات في إطار منافسة، وبالتالي فإن تكافؤ الفرص والحرص على العدل والإنصاف بينها في صح. هذا البرنامج هو أمر مطلوب. أنت قدمتي الورشة في الذيد وفي خرفكان؟ لا، ليس بعد، يوم غد وبعد غد في الذيد، ثم في نهاية الأسبوع في خرفكان. جميل، يعني جميل كذلك تزامن نهاية الأسبوع مع انعقاد هذه الورشة في خرفة كان. من حظك دكتورة، الجو جميل ومنطقة جميلة كذلك. إن شاء الله تسلم، يعني هنيئا كما لكم، كما هو الحال في بقية مناطق إمارة الشارقة. والله يعني هنيئا لكم بمناخ ثقافة ومناخ يعني دولة تفتح صدرها رحبا لجميع الفعاليات، وهذا ما يشجعنا على أن لا ندخر جهدا في أكيد. أن نفيد إخواننا وزملائنا هنا في إطار تبادلات وفي إطار علاقات ثقافية حميدة. موفقة دكتورة زهرة إبراهيم الباحثة في المسرح، نتمنى لك حقيقة كل التوفيق في هذه الورشة وفي كذلك يعني المحطات الأخرى لهذه الورشة في كل من الذيد وخرفكان. شكرا جزيلا. شكرا سيدي. أهلا وسهلا. إذن مشاهدين الكرام، تبقت عندنا فقرة أخيرة بالتأكيد راح نتعرف على عنوانها من خلال الوقفة القصيرة. فن الأواني بألوان وخطوط عربية. حياكم الله مشاهدينا الكرام في ختام فقراتنا لهذه الليلة، ونمسي بالخير كذلك على كل من انضم لمشاهدة أماسي في هذه اللحظات.
الإبداعات اللامتناهية مشاهدينا تجسدها الأنامل الإماراتية. هذه الأنامل تهتم بزخرفة الحروف العربية على الأواني وأدوات المائدة بهدف إضفاء لمسة جمالية وإبداعية في ذات الوقت. إذن بتعرفون على تفاصيلها من خلال حقيقة ما هو موجود معنا في الاستديو، ويسعدنا كذلك أن نستضيف معنا اليوم الأستاذة خولة جمعة أم محمد وكذلك ابنتها سارة حمد شهيل، مؤسسين مشروع فن الأواني. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. ابتدي وياك أم محمد، وأنت يعني صاحبة الفكرة في هذا المشروع وصاحبة المبادرة، وكذلك راح أتعرف من خلال هذا السؤال اللي راح أقدم لك إياه على يعني البداية في هذا المشروع، متى بديتوا، ما هو الدافع وراء دخولكم في مثل هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بديت من سنة تقريبا. أنا عندي هوس أشتري أواني، كنت وين ما أسافر أحب يعني أشوف الأشياء الغريبة وأشوف الأواني الغريبة وأحب أشتريها. فمرة سافرت الكويت واشتريت. ما يتكسرن في الشحن في الطيارة؟ لا لا لا. ها زين. لا ما يتكسرن. فسافرت الكويت وحبيت أفاجئ زوجي أن أخذت أواني وكتبت عليها اسم العائلة. يوم جبته صراحة فكر حب الفكرة ووايد عيبته، بس قال أن ما فيها يعني جودة عالية. قال لي شو رايك نسوي اواني؟ يعني كانت هي صحون ولا هي كانت اواني مكتوب عليها اسم العائله. لان انت ذكرتيني نحن في ايام اول يوم الايران ولا نحن نطرش لهم شيء نكتب الاسم، يكتبون الاسم تحت الصينيه ولا تحت هي كانت صحون بس فيها مثل لقطه. هي نعم صحيح. ومكتوب عليها اسم العائلة ومصبوة، كانت صبغ زين. بس يوم جبته هني هو استانس على الفكرة وعيبته. جميل. لكن قال ما فيها جودة يعني عالية. صحيح. فشو رايك أن نسوي لبيتنا وبتشوفين كيف يعني ننفذ أنا وإنتي. سوينا صراحة للبيت، وكل حد كان هنا هني كانت تعبت من الفكرة ويسأل موين من برا تشترونه ولا موين يبينه. فقلت لهم نحن اللي نسويه. كيف كنتوا تسوونه؟ نعم. كيف كنتوا تسوونه أم محمد؟ يعني أشتري أنا الأواني وأصبغها. أها. هي. جميل. هي. طيب. فحبيت الفكرة أقول لك وسويناها. في لقيت إقبال كبير يعني ما شاء الله من الناس، حطينا الصور في الإنستغرام وما شاء الله بدأت الفكرة. ما شاء الله. هي. جميل. استانس الناس عليها. أكيد صحيح. واضح حقيقة، واضح الجماليات حقيقة الأطباق هذه وال يعني التصاميم كذلك الخاصة فيها. أنا ما أعرف أساميها لكن يعني ربما الدلال موجودة معروفة. هذه تستخدم ربما للحلويات. الحلويات والمكسرات تستخدم. مكسرات وغيره. صياني أكريليك. هي نعم. سارة يعني ما هو دورك في هذا المشروع؟ كذلك يعني ما الميزة اللي أضفتيها أنت كذلك أو أضفتوها مع بعض من خلال هذا المشروع واللي لم تتوافر في المشاريع المشابهة؟ طبعاً الدور الكبير يعود حق الوالدة والوالد. بس طبعاً أنا بعد مثل الوالد لي هوس بعد في الألوان وفي الديكور وفي هالأشياء. جميل. فيعني كنت أعطي أفكار في الألوان، في الزخرفة ساعات كنا نجلس ويا بعض ونرسم الزخرفة حق هالأشياء. ففي هالمجال أنا اللي بادرت. صحيح. طيب يعني تختارون أواني معينة بأنواع معينة وهي ربما تعتبر الأفضل بالنسبة لكم لطلائها بلون جديد أو للزخرفة عليها، ولا بالإمكان يعني اتباع ذلك مع كافة الأنواع؟ لا والله أنا يعني أفضل أشتري الستيل وأصبغها، لأن الستيلس أكثر فيها جودة عالية. هي نعم هي الأفضل. هي. بالنسبة لكم. هي. الستيل. ها. هي. طيب يعني هذه صالحة لمدة معينة ولا؟ لا فترة طويلة وما تتغير. بعدين أصبغها أنا. طيب يعني سارة تكتفون بالزخرفة فقط، يعني فقط زخرفة الأواني، أم كذلك تضيفون عليها أمور أخرى؟ لا طبعا يعني ما نكتفي بهالشيء، نحاول كثر ما نقدر نوسع في هالمجال. طبعا نحن عندنا خطاط خاص متخصص في الكتابة،
هو يرسم ساعات طبعا على حسب طلب الزبون، يرسم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يزخرف، في بعض الأحيان يكتب كلمات شعر. فيعني نحاول نوسع في هالمجال، ما نتقيد بشيء واحد. البعض ربما له طلبات معينة يحب أن يضيف، ولا أنتم كذلك تعتمدون على الأفكار الموجودة عندكم وبالتالي زبونية ويشوف شو اللي يناسبه ويأخذه؟ شوف، هو للمعارض نحن نودي الأشياء الجاهزة اللي عندنا اللي هي من أفكارنا، لكن اللي بالطلب طبعا على حسب الزبون شو يحب. في زباين يحبون يحطون اسم العائله. صحيح. انا يعني قبل ما اتعرف منك على يعني ماذا يفضل الزبائن وماذا يحب الزبائن تحديدا من تصاميم خاصه في مثل هذه الاواني، وما هو اغرب طلب كذلك وصلكم؟ انا بسمع منك الاجابه، بسمع كذلك من ام محمد، لكن بنشوف مشاهدينا هذا المشروع عن قرب من خلال هذا الفاصل، ومن ثم لنا عوده مع ام محمد وبن التسار. إذن شاهدنا مشاهدينا الكرام وتابعنا من خلال هذا الفاصل هذه الأواني اللي جاءت بتصميم مبتكر من خلال أيادي إماراتية، ضافوا عليها فن الخط العربي بالإضافة إلى ألوان يعني ربما تعتبر جذابة للمهتمين في هذا المجال. حياكم الله مرة أخرى. سارة، كنت أسألك تحديدا يعني ما هي أنواع الطلبات اللي تيكم، ما هي أغرب الطلبات كذلك اللي وصلتكم؟ شوف، طبعا كل شخص يطلب على حسب حاب ياخذ هالشيء لنفسه ولا كهدية. فكل شخص طبعا يحب ألوان، يفضل ألوان معينة. صحيح. هو أكثر الناس يطلبون على ألوان ميالسهم، وطبعا نحن نوفر كل الألوان، ما نتقيد بأي لون معين وبكل الدرجات. أغرب طلب يعني طلب أبو ظبي، وحده طلبت اوردر قالت لي اكتبي لي في ذمتي مرحبا. فانا استغربت يعني قلت لها كيف اكتب شيء؟ قالت انا طالبك اذا اكتبي. وحده ثانيه بعد طلبت اوردر بالشارجه، كتبت لي قالت لي اكتبي على الاكواب مثلا فطامي الله يحفظك، عمر الله يحفظك. قلت لها ليش؟ كان تقول عشان كل واحد يشرب ويدعي لهم. والله بعد افكار عليهم بعد مبهينات ما شاء الله عليهم. طيب ام محمد، يعني اليوم حقيقه مشروع الاواني او الاواني المزينه او غيره نلاحظ بانه حقيقه منتشر في المحلات، منتشر حتى في يعني مواقع التواصل الاجتماعي او غيره، لكن مشروعكم اليوم ماذا يميز عن هذه المشاريع الاخرى؟ مشروعنا صراحه يعني ذات جوده عاليه، و الألوان غير عن الألوان الثانية، نسويها على حسب الطلب، غير عن الألوان اللي تكون في المحلات العادية اللي نسيرها يعني. صحيح. يعني ملاحظ حقيقة، أنا ألاحظ يعني بالفعل بدون مجاملة الألوان جميلة. أنا يعني لفتت نظري هذه اللي أول ما دخلت الاستديو، تحريت داخلها طاسة حلوة، أنا تحريت داخلها حلوة فشليت أشوف شو داخل وسكرت عليها. في ناس يطلبون يعني طلبيات حق حلوة توزيعات. صحيح. طيب يعني مثل هذه الأواني ربما تحتاج إلى عناية خاصة، كيف يتم العناية بها؟ هل لها أسلوب معين يعني؟ أنا أخذ الأواني تكون يعني ستيل عادي، وبعدين أصبغها وأدخلها أفران حرارية عشان تكون عالية الجودة.
وبالنسبة للاستخدام عقب ممكن تحفظ في أي مكان، ما تتأثر بعوامل الجو ولا غيره. عادي طبيعي هي. ها طيب سارة، الخطوط العربية اللي نشوفها اللي موجودة في هذه الأواني، ما هي أنواع الخطوط هذه اللي موجودة اللي تستخدمونها في الزخرفة على الأواني؟ طبعا شوف، مثل ما قلت لك ما نتقيد بخط معين أو بكتابة معينة، كله على حسب طلب الزبون والشخص اللي يكتب. من احنا اللي نكتب، احنا جايبين شخص متخصص جامعي متخصص في الخط العربي، فهو ما شاء الله عليه يعني يعرف جميع الخطوط، وساعات حتى هو يبتكر أشياء يعني يعطينا أفكار من عنده، فما نتقيد بخط معين. وبعد من فترة طلبوا من عندنا بالخط الإنجليزي، فبعد نفذنا بالخط الإنجليزي والحمد لله مش هالشيء. صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي، بما أن مشروعكم منزلي ويعني زبائنكم تتواصلوا معها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام وغيره، هل استفدتوا من الانستغرام؟ كيف كان إقبال الناس؟ وايد ما شاء الله، وايد استفدنا، وفي إقبال وايد ما شاء الله، ما شاء يعني الله. من داخل الإمارات وبرا. هي نعم. هي. ترسلون طلبيات لخارج الدولة؟ هي أرسل عادي. جميل. طيب ما هي طموحاتكم؟ خليني أسمع منك بداية واختمها مع الوالدة كذلك سارة. إن شاء الله. طبعاً الواحد لازم يكون له طموح كبير. أكيد. في أي مشروع يبدأ. صحيح. وفي حياته بشكل عام. وفي حياته بشكل عام، يعني الواحد بدون طموح وبدون هدف ما بيوصل. أكيد. فيعني طموحنا طبعاً أكيد إن نكبر أكبر أكثر عن شيء. حالياً بس عندنا المعارض والإنستغرام. إن شاء الله قريباً في بنفتح محل في متاجر الجريان اللي في الشارجة. وإن شاء الله بعد بنتوسع أكبر عن شيء في المستقبل. إن شاء الله. أمو محمد. نفس الطموح نفس طبعا الحموحي. ان شاء الله احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذا المشروع وعقبال اكبر محل جذور واواني ان شاء الله مميزه في دوله الامارات ودول الخليج ككل ان شاء الله موفقين. الفضل الاول والاخير صراحه حق ابو محمد، هو اللي دعمنا وهو اللي شجعنا. نعم. وهو اللي خلانا نوصل لهذا المكان. نوجه له تحيه ابو محمد كذلك، احلى تحيه لابو محمد وهو كذلك يعني زوج حضره ام محمد. الله يحفظكم. مشكورين على حضوركم. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام فقراتنا. كاميرا طيب انا احمد اليوم الصوت ضعيف عندي مو بواضح. طيب وصلنا لختام فقراتنا لهذه الليله مشاهدينا الكرام، نتمنى بان فقراتنا قد نالت على اعجابكم ومتواصلين معاكم يوميا في هذا التوقيت. في الختام دمتم في حفظ المولى عز وجل والى اللقاء.